السلام عليكم البنات، السلام عليكم الأخوات. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله غندير واحد الوصفة اللي تجي أحسن من رائع، دغيا دغيا تدوجد غير بالبطاطا وداكشي اللي عندكم في الدار. ومهم داكشي أنا هزيت داكشي اللي عندي في الدار. هنا هزيت تقريبا 2 كيلو ديال البطاطا، غنقطعها طريفات صغارين. Je vais oublier de parler en français. Salam alaikum tout le monde. J'espère que vous allez bien, inshallah. J'espère que vous allez très très bien, inshallah. Aujourd'hui, on va faire une recette trop facile à réaliser. Et c'est trop bien. Tout le monde y aime, les grands et les petits. Là, j'ai pris à peu près 2 kilos de pommes de terre. Les pommes de terre, vous prenez par rapport à un nombre de personnes que vous avez à la maison. Moi, j'ai pris par rapport à mes enfants. On va dire par rapport au nombre d'enfants qu'on a à la maison. Je vais couper les patates très fines. يعني بحال هاد الطريقه كما تشوفوا معايا. لا جي كوب مي بون دو تير اون دي، وغادي ندير شويه ديال الزيت في واحد المقله. يجب ان ميتر ان بو دو لويل دو زين بول ام تي بو جوست ام تي بو اي ج راجوتري دي زونيون اي دي بافون. هنا غادي نقطع واحد البصله كامله. نتوما الا ما بغيتوش ديروا البصله ما ديروهاش، ولكن تعطي ليها واحد البنه تجي زوينه بزاف بارابور لي زونيو. سي زي با اونفي دو لو ميتر و لو ميتي با، مي سا دون ان غو ان بون غو بور لي بون دو تير. هنايا غادي نزيد شويه ديال الملحه. لا جو راجوتي ان بو دو سيل سيلون فوتغو غو. ما ديروش بزاف ديال الملحه حيت هذاك لي صوصيس فيهم يعني مالحين هما. بو سافي كو لي شاركوتري اون جينيرال يميتي بوكو دو سيل. Et là, je vais rajouter qu'une cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe de l'huile. On va mettre 2 cuillères de l'huile, mais pas beaucoup. On va mettre la patate de l'huile. On va mettre la patate de l'huile. Là, les pommes de terre sont un peu cuits. Je rajoute les oignons. On va mettre la patate de l'huile. On va mettre le fil. On va mettre la patate de l'huile jusqu'à ce soit bien cuit. On va faire la table. وهنايا غادي نهز هذاك شاركوتري وغادي نقطعها محمد، غنقطعها طرف صغار. المهم داكشي اللي بقى عندي وصافي يعني وقطعته اللي كاين. الا ما بغيتوش ما ديروهش، ولكن راه حتى يبغيوها الاولاد تجي واحد عندها واحد البنه هائله غتعجب ليهم. غناكد لكم بالله غتعجب لولادكم. جو سوي سور كي بو فيت سيت روسيت لا بو زونفو فون بوكو ايمي، غتعجب ليهم 100%. وغادي نزيد على عليهم. هنايا درت 3 ديال البيضات. داك لوبو اللي عندي على الطرف فيه 3 ديال البيضات اللي فيه، وغادي نقطعهم كامل وغادي نزيدهم. الى عندكم القشدة الطرية يعني ليكيد زيدوها حتى هي. هنايا البنات ما كانش بوحدي، ما عنديش بزاف ديال القشدة الطرية، وزدت فيها الجبن، معلقه كبيره ديال الجبن. لا كوم جافي با اسي دو لا كريم ليكيد، جي راجوتي اون غوز كويير دو فروماج فري، فروماج طارتيني بليتو، فروماج طارتيني. هذاك البول جا ليا صغير، لو سو بول لا الى لير بوتي. لا جو شونجي لو بول، غنبدل البول حيت هذاك صغير ما نقدرش نحرك على راحتي. وغادي نزيد شويه ديال المعجنوس، جي راجوتي ان بو دو بيرسيل. اي جو راجوت اونكور ان تخاف، وغادي نزيد عاوتاني بيضه ثانيه حيت جا ليا شويه القاسح داك الخليط. يعني ماشي بمقادير مزبوطه، يعني ديروا عينكم وميزانكم، ولكن تخرج واحد يعني واحد البطاطا بداكشي تجي واعره. بنادم يبدلو عاوتاني راها ساهله. الا بغيتوها ديروها في المقله ديروها في المقله، الا بغيتو ديروها في الفران ديروها في الفران، ولكن الاحسن ديروها بالفران. لو ميو يفو لو ميو سي بو سويتي لو ميتر دون فور سي ميو با دير بارابور ا لويل سي موان غرا. غنحرك هادشي كلشي وغادي نزيد فيه شويه ديال الجبن المحكوك. جو راجوتي ان بو دو فرماج غابي. لو فرماج غابي سا ريست سيلون فوتغو غو، مي سي فوزافي با اونفي لو ميتي با. تقدروا البنات تزيدوا فيه حتى لاباش كيغي ولا الفرماج فونغون ولا اللي بغيتو. سي بو سويتي فو سي راجوتي لو فرماج كاري او فرماج تريونغ او فرماج فونغون، اوكان بروبليم. هنايا غادي نزيد شويه ديال الفرماج صافي. المهم داكشي اللي عندي كملت بيه وكملت، يعني ما نخلي والو.
لا بغيت تزيدو الثومه ولا شي حاجه تزيدوها، يعني سا ريست سيلون فوتغ غو. انا ما زدت فيها والو، حيت ديجا هذاك لي سوسيس فيهم ديجا هذاك الريحه ديال الريحه ديال العطريه، وفيهم عاوتاني خلطت لي سوسيس، خلطتهم فيهم فيمي، فيهم عادي، فيهم كل شيء. لا داكشي ما درتش بزاف ديال العطريه. صافي دابا هنايا غنحرك كلشي، وغادي نزيد هذاك البطاطا اللي عندي. انا صافي هنايا حرت كلشي. الا بغيتو تزيدو الفرماج زيدو، الا ما بغيتوش ديروه ما ديروهش كاع. هنايا هزيت انا هاد الليمون هذا باش يعني كل واحد يعني صغارين حسن تعجب ليا هكذا. لا موا جي بري لي مول سي مول اي ابري سي فوزي بون في فو بو لو ميتر دوزين كومين تارت او دوزين بول. الا ما بغيتوش البنات هزو غير الطاوه ديال الفران، دير واحد الكيرت، هذاك الكيرت اللي تيمشي بالفران، وحطوا عليه هذاك المقادير، دير شويه ديال الفرماج من الفوق وصافي ديروه في الفران ديالكم. سي فوزي بون في فو بو بروند جوست ان بلاطو ميتر لو بابي سوفر بابي كويسون اي بي ميتي دون الفور. هنايا غندير غنحط كلشي غنعمرهم، ومن بعد ان شاء الله غندخلهم الفران. بالنسبه للفران انا درت على 180 درجه السخانه من التحت والفوق، شوفوا على حسب الفران ديالكم. موا جي بري جلي مي دون الفوق سور لو بروغرام غاتو كوم سا ساكوي اون با اي او انتوما اي فو فو غاردي سيلون فوتغ فور كومون ايلي جو بوري با فو دير ان توكا سي سيتي سا موا مون فور مي فوتغ فور فو سي فو كي كونيسي فوتغ فور انتوما اللي عارفين الفران ديالكم كيفاش داير البنات، ماشي بو يعني ديروا على حسب الدرجه اللي غنقول لكم انا، ولكن ما تفوتوش يعني ما تفوتوش 200 درجه، حيت غير البيض وصافي اللي غيطيب. راه البطاطا طابت كلشي طابت، يفو با ديباسي 200 دوغري باسكو تو كوي لي بون دو تيغ سون كوي لي زونيون لي بوافرون تو. Une fois c'est cuit, c'est doré, c'est cuit. Après c'est bon, servez-vous et bon appétit. غير يتبع البنات صافي وقدموه اللي بغيتو ديروا معاه شي شلاضه ولا شي حاجه اللي بغيتو. يا بالصحه والراحه ان شاء الله، ونقول لكم حتى الفيديو الجاي. شكرا لكم بزاف بزاف، وشكرا على الدعاوي ديالكم على التعليقات الزينه اللي تتخليوها، شكرا لكم بزاف والله تتفرحوني بزاف بالدعم ديالكم. وشكرا لكم عاوتاني البنات، وما تنسونيش ان شاء الله باللايك، ديروا البارطاج باش تكبر العائله. وشكرا لكم، شكرا شكرا. نتمنى ان شاء الله تجربوها، راه شي حاجه سهله وباللي كاين. الا ما بغيتوش ديروا يعني هذاك شاركوتري ولا شي حاجه، ديروا غير بطاطا والبصله مع البيض تجي احسن من رائع. يعني تبدلوا هذا الشيء الا بغيتوا الكفته ولا صدر ديال الدجاج اللي بغيتوا. سي زي بون في دو ميتر دي شاركوتري و ميتر لي سكالوب و فيونداشي والتون اللي بغيتو، الحوت كلشي. وغنقول لكم ان شاء الله بارك الله فيكم، والسلام عليكم وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا بزاف بزاف، واحبكم في الله ان شاء الله، وبارك الله فيكم باش بدي غتخبيتو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.